السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير يا ربي. اليوم حنا غادي باش نتغداو شي حوايج للدار، وغادي نديكم معايا نوريكم واحد المحل فيه كل شيء، كاع داكشي اللي كيخص الدار، الجردة، الطوموبيلات، الالعاب ديال الدراري الصغار، والناس اللي كيبغيو يديروا بيكنيك، وحتى الحوايج ديال البني، الناس اللي خدامين في البني ولا اللي باغيين يبنيو ديورهم لراسهم ولا داكشي. فهاد المحل سميتو بلتيما، الأثمنة في المتناول أو بالأحرى الأثمنة رخيصة بالنسبة للناس اللي عايشين هنا. فغادي ندخلو ونوريكم الحوايج اللي عندهم زائد الأثمنة. فكيف ما كتشوفوا هذا هو المحل، واذا لاحظتوا فيه بزاف ديال الاقسام، عندهم كل شيء. هذه اللي كنوريكم دابا هي باش كيقطفوا الديسير اللي كيكون في الشجره، يا تفاح يا ليمون اللي كان، وكتسهل المأموريات. الثمن ديالها 149 درهم. وهذه اعزكم الله كيحطوا وحده الباب وكيستفوا فيها الصبابط، كتباع ب39 درهم. فهنايا في الدول الاسكندنافيه ضروري فاش كتدخلوا لشي دار كتخليو الصبابط ديالكم في الباب، كيف ما حنايا في المغرب حتى هما عندهم هاد العاده. هنا لقيناهم حتى القهوه والحلوه للناس اللي بغى يشرب ولا اللي بغى ياكل، ولكن حنا ما خديناش حيت الحلوه فيها جيلاتين وما كتعرفوش واش حلال ولا حرام، فمن الاحسن بلاش. وهنايا دخلنا القسم ديال العمال، هنا كيبيعوا كاع داك الماتيريال اللي كيحتاجوا. واحد الحاجه لاحظتها هنايا في الدول الاسكندنافيه، ان اي دار كتدخلوا ليها هنايا كتلقاو عندهم واحد الصندوق منظمين فيه الادوات ديال البني ولا الادوات الماتيريال مثلا اللي غادي تحتاجوا الى خسر شي روبيني، كي مثلا كلامونيت ولا شي حاجه بحال هكا، كتلقى عندهم كل شيء واجد وكيصلحوا، كيحاولوا انهم يصلحوا داك الشيء راسهم، وحتى الا كانت القضيه صعيبه وما قدروش عاد كيعيطوا لشي واحد يصلح ليهم. فضروري كتلقاو عندهم كاع الماتيريال مخبعينه في شي صندوق ومنظمينه تنظيم، ماشي زعما غير حاطينه هكاك، هما عندهم مع التنظيم والنقاء وكل شيء. وهذا كرسي، وفي نفس الوقت يقدروا يخبعوا فيه الماتيريال اللي كيخدموا به فقط في ديك اللحظه. الصراحه فكره زوينه، والثمن ديالو 400 درهم. فالاثمنه بالنسبه لينا حنايا في المغرب تقدر تكون غاليه، ولكن بالنسبه ليهم هنايا راها رخيصه حيت الاجور ديالهم عاليه. Thank you.
وهذه علبة الإسعافات الأولية اللي ضروري خصها تكون في أي طنوبيل. الله يستر شي واحد جراح ولا طرات له شي حاجة، ضروري خص تكون عندهم، كيكون فيها معقم ولا سبارادرام، أي حاجة كتحتاجوها في ديك اللحظة. كتباع ب169 درهم. وبالنسبة للوحة كيبيعوها ب40 درهم، هذه اللي كيخدموا بها ستيلو. أما بالنسبة للأقلام الملونة كيبيعوهم ب25 درهم مغربية. بالنسبة للشكاكر فكيبيعوهم ب189 درهم مغربية، وكيف ما كتشوفوا الكاليتي زوينة واعرة بزاف، وفيهم البلاصة ديال اللابتوب ولا البيسي. فهاد الشكاكر يقدروا يستخدموهم الدراري اللي كيمشيو يقراو، ولا حتى الناس العاديين اللي كيمشيو يخدموا، ولا اي واحد يقدر يستخدمهم. والدفاتر هنايا كيبيعوهم ب13 درهم مغربية للدفتر. بالنسبه لهاد الخشبات كيصلحوا يا اما البالكون يا اما الجرده، وكيبيعوهم ب70 درهم للمتر، باكي وحده كتكون فيها 3 ديال الخشبات. بالنسبه لهادو اللي كيسخنوا الدار في البرد، فالاثمنه مختلفه على حسب كل واحد والثمن ديالو، كاين اللي 189 درهم كاين اللي واصل حتى ل 450 درهم. كيف ما قلت لكم كل شيء عندهم منظم. شوفوا مثلا هاد البواطة فيها تقريبا 34 فيس، ولا كاليتي ب139 درهم. اما هذه البلاصه اللي كتخص الناس اللي كيديروا البيكنيك، هاد الشكاره هذه كتقام تقريبا ب259 درهم مغربية. وشوفوا هنايا حاطين معاهم السخان الخاص بهم، يعني الخاص بالناس ديال التخييم. ودابا وصلنا للبلاصه ديال عشاق الشواء ولا الباربيكيو، ف
فهاد القطبان هادو اللي كتشوفو صراحة كاليتي، ستة كيتباعو ب45، سمحوا لي 45 درهم مغربية. أما هاد الشبكة كتباع ب59 كنظن. أما هذه اللي كتشوفوا دايرة بحال المقلة ومتقبة، هي في الكحل كتباع ب70 درهم مغربية، كتصلح فقط الخضرة، فقط الخضرة ماشي اللحم. بالنسبة للرخامة ديال البيتزا كتباع ب100 درهم مغربية. هنايا كي ضروري كيديروا البيتزا فوق الرخامة عاد كيدخلوها الفران، كتعطي مذاق مختلف على البيتزا العادية اللي كتكون نيشان داخل الفران، فكل واحد وكيفاش كيبغيها. هاد العادة جاية من طاليان لأن البيتزا كتنتمي ليهم. وهذا موقد ولا شنقول لكم بوطة، المهم هذه كيديوها معاهم الناس ديال المخيمات، كتسهل عليهم المأمورية في بلاصه ما انهم عاد يشعلوا العواد وعاد هذه وهذه وهذه، فكيفضلوا انهم يدوا معاهم بوطه واجده كيطيبوا فيها. وهذا بيدو حتى هو خاص بهم الناس ديال المخيمات، فيه 5 لتر كيف ما شفتوا، يعني كيعمروا به الماء فاش كيساليو كي صافي كيبسطوه وكيولي هكا ساهل في التخزين. وهذا هو الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون عجبكم وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد.